لا، لازم تتم، لازم يا أمي. أنت ترد علي يا ولد؟ بتزوجها، بتزوجها. ما بتزوجها وأنا حي. ليش؟ ليش يا أبوي؟ هذه فرصتهم الوحيدة علشان ينتقموا مني. يريدوا يستولوا على فلوسي، يريدوا يجردوني من كل أملاكي اللي شقيت وتعبت وأنا أسويها. يا ليلى، يا ليلى يا حبيبتي، أنت نقطة ضعفي الوحيدة اللي يريدوا يستغلوها، وأنا ما بعطيهم هذه الفرصة أبدا أبدا. أبوي، هي كلمة وما في غيرها. تنسي سالفة هذا الولد، ما أريد أتكلم في هذا الموضوع مرة ثانية. وأنتي اتخرجي من هذه السالفة، لا تدخلي. والظن انه هي هذه الطريقة اللي ممكن تمنعهم فيها عن تحقيق احلامهم؟ اللي اقول عليه يتنفذ وبس، مفهوم؟ وانا اللي معهم تصرف ثاني، انا اعرف كيف ابعد عن طريقها وباي طريقة كانت. امي ما اريد اشوف حد، ما اريد اشوف حد. عاجبنك اللي صار؟ هذا هو ما بات في البيت؟ كيفه؟ لكن يتزوجها لا، هند. ويوم يخرج عن طوعي ما يكون ولدي. هند، انت عارفة سالم ايش سوى من زمان، ويمكن لازال لحد الحين يكرهني ويحقد علي، لكن في اشياء كثيرة تحتاج للعقل. سالم ضدك يا سيف، وقتلني. تعرف يعني ايش قتلني؟ يا دكتورة، ولدك يريد البنت، يحبها. ممكن يحب غيرها. يحب غيرها؟ معقولة يا هند انت تقولي هذا الكلام؟ يا هند، ما لازم نورث حقدنا وغلنا لولدنا، في اشياء كثيرة هو ما له دخل فيها. سيف، لا تحاول تأثر علي. خالد ما ممكن يتزوج بنت سالم ابدا، واذا سواها من غير موافقتي ما اريد اشوف وجهها لحد ما موت. هند، معقولة؟ معقولة؟ معقولة هند الرقيقة الطيبة، الإنسانة المثقفة، الإنسانة اللي معاها أعلى الشهادات، يكون بداخلها كل هذه الكمية من الحقد؟ أنا ما أعرف كيف الحب والحقد يجتمعوا بقلب واحد بهذا الشكل. يا هند، سامحي علشان خاطر ولدك. لا، أنا آسف اللي دخلت عليكم كذا بدون إذن. أنت كيف جتك الجرأة وجيت هنا مرة ثانية؟ أنت نسيت أنك قتلت صاحب هذا البيت؟ أنت إيش، معدوم الإحساس؟ هند، لا يا هند، سالم في بيتنا وضيفنا. خليها يا سيف، خليها. قولي اللي تريدينه، سبي، هيني، أنا تحت أمرك. يمكن أكون في يوم ضريتكم، يمكن حاربتك يا سيف،
يمكن تسببت بموت عمي. كل شيء ممكن، انا معك ان كل هذه الصفات شينا فيي، لكن بنتي لا، بنتي افديها بعمري، فاهمين؟ طيب 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 يا سالم، اهدى اهدى. ما بهدى، بقول كل اللي عندي. بنتي هي حياتي، الهواء اللي اتنفس منه، واللي يمنع عني ولا يتقرب مني قبل لا يسوي اي شيء من هذا انهيه اضيعه. خلصت محاضرتك يا سالم؟ انت جاي تهددنا في بيتنا؟ انا ما جاي اهدد، انا جاي افضل اطلع برا. اتفضل اطلع برا. بطلع، بس لازم تعرفي اني ما سهل. انا ما جاي هنا علشان اضركم، لكن في نفس الوقت ما اريد حد يضر بنتي. طردوني، عاقبوني، سووا اي شيء ما عدا بنتي. احنا ما نضر حد. وتفضل اطلع برا ولا تراني. قلت لك بطلع. لكن اسمع، اذا ولدك تقرب من بنتي بيكون ذاك اخر يوم له. رجعت تهدد مره ثانيه؟ انا الحين اهدد وبس، لكن اذا زاد في خيرك من شرك، وابعد بنتك عن ولدي. يكون في علمك انه احنا رافضين هذه الزواجة قبل لا انت ترفض. ولدي خالد لانه زعلان بسبب هذه السالفة بات برع البيت ولأول مرة. خلاص، اذا احنا متفقين، انا علي بنتي وانتو عليكم ولدكم. ولدي ما ممكن يتزوج بنتك، ما ممكن نناسب رجل ظالم. جميل، أرجو أنك تقولي هذا الكلام وأنتي مصرة عليه، لأن يا هند يا هند إذا صار شيء بغير رضاي أنا ما أضمن إيش اللي ممكن أسوي، وعندكم العلم. أنا ما عارف من وين تجينا هذه المصايب. بدل لا تجلس هذر كذا، روح دور على ولدك، خليه يعقل. خليه يعقل؟ أنا ما عارف أروح شغلي ولا أروح أدور عليه وعلى مشاكل. أنا خلاص ما قادر أركز. وبعدين تعالي، ولدك هذا دلوعك خالد هذا وين بيكون راح يعني؟ أكيد راح عند بنت جده صالح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اجلس يا ولدي اجلس. الظن يا ولدي هذا هو الحل؟ ما اعرف يا جدي، ما اعرف. يا ولدي لا التفكير ولا الزعل ولا العناد يسوي شيء، المسألة تريد عقل. زين ايش اسوي يا جدي؟ والله يا خالد ما تستاهل كل هذا. شفت كيف زعلت جدتك من البارحة وهي دمعت على خدها. بس امك ليش تسوي معاك كذا؟ ليش؟ لأن سالم ولد عمها هو عقدتها الوحيدة. يا ولدي يا خالد، وانت بعد قلد عليك بنات الناس وما لقيت إلا هذا يعني؟ جدي أنا ما ممكن أتزوج غير ليلى. زين اشرب شاهيك الحين. انت يا ولدي من البارحة ما شربت شيء ولا أكلت شيء. ما أريد شيء. وبعدين معاك يا ولدي يا خالد، أنا أريد أعرف إيش الحل يا جدي. خالد، البنية تريدك مثل ما انت تريدها؟ ايوه يا جدي، ايوه. كذي، اذا المشكلة الحين عند امك وابوها. ابوها؟ خالد يا ولدي سامحني، انا كلمت ابوك وامك علشان اطمنهم عليك، وعرفت من عندهم ان ابوها ما نوافق مثل امك. اذا كملت وتعقدت زود. بس انا ما بسكت يا ولدي. وانا بعد ما بسكت، ما بستسلم لا انا ولا ليلى. لازم اللي عايشين في الماضي يعرفوا ان الدنيا كلها تغيرت، وما دام كل شيء حولنا تغير اذا هم بعد لازم يتغيروا. لازم. ليلى، يا ليلى، وين ليلى؟ خرجت. وين راحت؟ انا ما قلت انها ما تخرج من هذا البيت، ما قلت. انت نسيت ان ليلى تشتغل وعندها وظيفه؟ تعتقد اذا جلستها في البيت تقدر تمنع عنها النصيب؟ خلاص يا سالم، انت سويت اللي عليك والباقي رب العالمين بيسويه. سمعيني زين يا فاطمة، انا عارف ان هذه فرصتك عشان تنتقمين مني. تقصد ان هذه فرصتك علشان ارتاح من العيشة معاك؟ الزواج هذا ما يتم،
لا تعتقدين اني بعطيك فرصة عشان انتقمين مني. وايش دليلك؟ هذا انت تاركنها وقالس تركض ورا مصالحك من مكان لاخر. فاطمة اتحذري من شري. قولي لي وين ليلى. انت تظن انك تخاف عليها اكثر مني؟ ليلى هذه حياتي، شبابي اللي ضيعته معاك. يا سالم كل هذا اللي تسويه ترى ما بيجي فايدة. تتحديني يا فاطمة؟ انت تظن ان في هناك حد يريد ينتقم منك؟ لا يا سالم، انت سقطت من عيون الناس لانك من طينة ثانية، وهذا اللي يجيك نقمة من رب العالمين. الله يمهل ولا يهمل. يكفي يكفي. وين ليلى سألتك؟ هي ما بنتك؟ دور عليها. السلام عليكم. انت رد السلام بالاول يا ولدي. انا مهما كان عمك صالح، ولا نسيتني؟ اهلا وسهلا يا عم صالح. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. احسنت يا بنتي يا فاطمة، والله انك اصيلة وبنت اصيل. خير؟ اقصد زيارة غريبة كانها. الغريب هو الشيطان، الشيطان يا سالم. استغفر ربك واترك اللي تفكر فيه، وتعوذ من الشيطان الرجيم، وقول يا رب. أرجوك، أنا ما عندي وقت ضيعة. أنت نسيت من أنا يا ولد؟ أنا عمك صالح، الحاج صالح، يعني في مثابة أبوك. نسيت حياتك معنا في البيت مع ولدي سيف لشهور وسنين؟ إيش اللي جاكم؟ لا احترام ولا التزام للصداقة، إيش فيكم؟ أشياء كثيرة منساية. اللهم نفسي نفسي. أنت ليش تريد تفرق بين البني والولد؟ هذا هو العلم اللي تعلمته؟ أنت والجيل اللي شاف العتمة والنور، ليش تريد تورثوا أولادكم العتمة والظلام؟ ليش؟ حق صالح، هذه أشياء وجذور قديمة أنت تعرفها زين. ومن اللي زرعها؟ ما أنت؟ صلح زرعتك واحصدها خير بدل لا تحصدها ندم. وين غلط؟ فما لازم بنتي تدفع ثمن غلطتي. وليش ما تقول انها اذا تزوجت خالد بتصلح غلطتك وبتصلح الماضي كله، وممكن تاخذك الى طريق الخير والنور والصواب. والله كلامك كله عقل وحكمه يا حاج صالح. ارجع يا سالم عن اللي انت ناوي عليه، واسمع كلامي وصدقني انك ما بتخسر. قلت لك لا. وروح قول لهم ما دام اني على ظهر الدنيا خالد ما يتزوج ليلى، ولو يصير لي يصير ان شاء الله تحتجر الدنيا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. ما ممكن. انت بعد ما معقول ان ننتظر لما يحط مساعدتنا. خالد ارجوك على الأقل نبتعد عن بعض في هذه الفترة. خالد أبوي صاير مثل البركان، ممكن يحطم أي شيء قابله. ليلى ونحن ليش ندفع ثمن أخطائهم وماضيهم؟ نحن إيش علينا؟ نحن أولادهم، ما ممكن ننفصل عنهم. بس أنا أريدك ومستعد أوقف أمام أي تيار أو حتى بركان. أنا قلت لأمي ما أريد منك ريال واحد، وقلت لأبوي خذ شركتك، بس أعطوني ليلى. خالد أرجوك يكفي يكفي. ليلى أنا ما نمت في البيت البارحة، نمت عن جدي، وجدي مصمم اني قابل ابوك. ما اعتقد انه في فايده، ما اعتقد. اريد اعرف هم ليش يرفضوا. ابوك خايف على فلوسه؟ قولي له ما نريد منه شيء، بشهادتي وشهادتك ممكن نكون بيت واسره وما بنحتاج لاحد. خالد اذا ما كان هناك حد يساندنا ما بنقدر نسوي شيء، ما ممكن ننفصل عنهم. حياتنا بتكون تعاسه وخصام من البدايه. لازم يا خالد نأجل هالموضوع شوية لحد ما الأعصاب المشدودة تهدأ. إلى متى نأجل؟ على الأقل حتى يتخرج سعيد بعد كم شهر. أنا متأكدة أنه بيكون معاي. صعب يا ليلى، صعب علي أصبر. إن كان الصبر مر فنتيجته شهد يا خالد، من يعرف؟ يمكن في يوم من الأيام كل شيء بيتغير. تفائل يا خالد. وين كنتي؟ كنت في الشغل. قابلتيه؟ لا.
قدام امك انا احبك. ما اريدك تشوفيها وتشوفي اي واحد من عائلته. انا عيوني في كل مكان، اذا صار اي شيء بعرف يا ليلى. باغي تاذي خالد، لكن هذا شيء ما غريب عليك يا سالم. فاطمه، انا ابغى اسالك، انت ليش ما موافق تزوجه بنتك؟ اذا كنت خايف عليها هي موافقه، واذا كنت خايف على نفسك هذاك شيء ثاني. في الحالتين ما اريدها تتزوجها، انا وابوها ولي امرها، مفهوم؟ بنتي يا ليلى، انت لازم تسمعين كلامي. ابوي يا ابوي، اقنعني اقنعني، ليش كل هذا؟ اذا كنت خايف على فلوسك هم ما باغين شيء منها. ابوي انا لازم افهم، لازم اقتنع. حقد قديم، حسابه في القديم بينكم، المفروض ان ما ندفع الثمن. ليلى ارجوك ابوي بدون عصبيه، اقنعني بالمنطق. افرضي انها تضحيه وانا اطلبها منك. ما يكفي امها ضحيت علشانك، باغي بعد بنتك تضحي، وانت يعني ما يصير تضحي؟ فاطمه امي، ارجوك يا امي، انا اريد اناقش ابوي بهدوء، ويا اما يقنعني يا اقنعه. ما احب المناقشه، يكفي اني ما موافق، وام خالد هذا بعد ما موافقه، وهم ما صغار يا سالم. يعني ايش؟ يتزوجوا غصبا عني؟ وليش لا؟ ما دام انكم انتم متمسكين بمبدا رفض من غير مبررات مقنعه. في هناك مبررات كثيره للرفض. هذا لناس يكرهوني واكرههم، ليش اناسب ناس اكرههم؟ ليش اعرض بنتي لمواقف صعبه وانا بيدي اني امنعها واحميها؟ هذيلا يفكروا في فلوسي وفلوسك يا فاطمه. ليلى يا بنتي، هذيلا الناس يريدون يعذبونك، لو الدكتوره هند تمكنت منك ممكن تضرك. ابوي الكلام بطريقتك هذا كلام غير متحضر، ما كذا؟ انت والدكتوره هند وصلتوا لدرجه كبيره من التعليم والثقافه، وبعدكم تفكروا بهذه الطريقه. ليش الواحد ما يطبق اللي تعلمه؟ ليش؟ سمعيني، ما اريد كلام زياده، انسي سالفه خالد هذا، وقسما بالله لو سمعت انك شفتيه او قابلتيه بيحصل شيء ما حد يرضى منكم ابدا. ليلى، انا عيوني ترى بكل مكان. اطمن يا ابوي، انا مستحيل اسوي شيء من وراكم بدون رضاكم واقتناعكم وموافقتكم. زين بنشوف. السلام عليكم. اهلا وسهلا، وصلت انت بعد؟ الحمد لله. انت تعرف يا ابوي ان الامتحانات قريبه، وما تتصور الارض كيف صارت الحين، صارت جنه، جنه خضراء. ارض؟ انا ما ادري ليش ما محظوظ اولادي، ما ادري. امي اشتقت لك كثير. ليلى كيفش؟ ايش مسوين؟ خير؟ ايش صار؟ صار شيء ما طبيعي. خير؟ ومن وين بيجي الخير وانت صاير لي مثل زنبرك، مره انا ومره في البلد، تارك المركب يغرق. يا ابوي انا الحين في بكالوريوس زراعه، والحمد لله من السنه الاولى اطبق العلم على العمل، وارض جدي ابراهيم اصبحت الحين احسن ارض في البلد. ما تريد تخرج عن طوع انت بعد مثل امك واختك؟ اي ارض واي كلام فاضي، ما ناقص بعد اللي تنقي لك وحده وتتزوجها غصبا عني. نقيتها نعم، لكن غصبا عنك ليه؟ وهدى بنت عمي متعلمه ومثقفه ومن اهلنا بعد، وما اعتقد ان في اعتراض من جانبك عليها. من هدى بنت مسعود؟ من صبريه؟ ايه. انت بعد خلاص انتصرت يا فاطمه، كسبت الجوله الاولى، لكن لا، ما بتتزوجها، ويوم ما تخرج عن طوعي بدمنكم انت واختك بالحياه، لاني انا الاب وانا اللي اقرر، لاني دمي انا اللي اقرر، مفهوم؟ سعيد لا. كيف لا؟ انا وهدى موافقين. انت تعرف سعيد هذا ولد من؟ كيف ما اعرف؟ سعيد ولد سالم اللي خطبك وتركت. مسعود انا اللي تركته وتزوجتك. زين هذا شيء قديم وراح مع زمانه. هدى وسعيد ايش الذنب اللي جنوه؟ مسعود امي عفوا الحين لا تقولي نعم ولا لا، سعيد في سنه التخرج مثل ما تعرفي، ولما يتخرج ويستقر ويشتغل ساعتها بيكون خير. جالسه تحسبي له بعد شا؟ ايش هذا الكلام؟ امي انت انسانه متعلمه ومثقفه، وفوق هذا وذاك كلام ابوي منطقي وواقعي اكثر من كلامك. هدى ما يخالف، هذا الموضوع سابق لاوانه، وفي الوقت المناسب نتكلم فيه. المهم انه سعيد ينجح وبس. وكيف ممكن انجح؟ كيف؟
هذا الجو اللي عايشينه الحين يساعد النجاح؟ انا ابغى اعرف شيء واحد بس، هو ان ابوي ليش يريد يقفضنا وفوق سعارتنا؟ ليش؟ ابوك ما يقدر يسوي شيء، البداية عندك انت، لازم تذاكر وتنجح. زين يا امي، هذه ليلى ذاكرت ونجحت وصارت صحفية، ايش قدرت تسوي؟ يا ولدي يا سعيد، يا ولدي يا سعيد، في الوقت المناسب بتعرف. انتوا البداية الجديدة، وكل جديد في كل عصر يواجه صعوبات. انت وليلى ومن امثالكم لازم تقاوموا، لازم تنجحوا، توقفوا ضد الكره والحقد. هي هذه البداية الجديدة واللي لازم تستمر وتزرعوها في اولادكم من بعدكم. كلام جميل يا امي، لكن الطريقة، الطريقة ايش؟ ذاكر وانجح يا ولدي، وفي هذيك الساعة بتعرف الطريق. امشي وواحد يراقبني وكأني مشبوهة، اذا ركبت سيارتي سيارة تتابعني في كل مكان. الى متى كل هذا؟ الى متى بس؟ أنا لازم تكون عندي وسيلة أكذب بيها على ليلى. ليلى لازم تكون معي مهما صار مني. إيش هي هذه الطريقة؟ كيف ممكن أخليها معي؟ كيف؟ ما في إلا هذه الطريقة، المرض ومع ليلى بس. نعم يا سالم، كنت ولا زلت الذكي، ودائما عندك البقية تأتي. خالد، على وين؟ بروح المكتب. عاجبنك كذي؟ أيامه بيصير زين. يا هنت حرام عليش. سيف، ما أريد نتكلم في هذا الموضوع، لازم ننساه كلنا. بس هو ما قادر ينساه، لا شغل بيشتغل ولا أكل بياكل، لا يريد يكلم حد ولا حد يكلمه، ودائما منطوي على نفسه. يا هند، يعني انتي عاجبت لك حالته هذه؟ ما عندي حل يرضيه. الحل انك تزوجيه اللي يريدها. لا. يعني ايش لا؟ انتظر حتى ولدي ينتهي؟ صار له شهرين وهو مثل التايه. ايش بنسوي يعني؟ بتصرف كأب يخاف على ولده. سوي اللي تريده، لكن زواج من بنت سالم لا. السلام عليك يا ليلى يا بنتي. وعليكم السلام. يا ريت لو تقفلين الكتاب، لأني بغيتك في موضوع مهم. إن شاء الله. تفضل يا ابوي. ادري انك زعلانه مني. اللي اريدك تتاكدي منه اني ما اكرهك. ما في اب يكره اولاده. انت تعرفي معزتك الكبيره في قلبي. حلمي انك تعيشي سعيده مرتاحه، ما في شيء نغص عليك.
يا ليلى يا بنتي أنا أريد مصلحتك. أحيانا رأيي لآبائك مخطئ. ليلى! يا أبوي أنا آسفة، بس أنت تفتح باب النقاش متى ما بغيت وتسكره متى ما بغيت. يا أبوي النقاش قابل للأخذ والرد. المناقشة في موضوع منتهي مضيع للوقت. أنا قلت رأيي وهذا قراري. وأعتقد أنت بعد سمعت قراري. بل تغير غصب يعني؟ إذن وين حق المشورة؟ أنت بهالطريقة يا أبوي تكون غير منصف تماما. أنت يا أبوي. أنا أبوك، أنا أبوك، وكل همي مصلحتك. أدور على راحتك، أحاول أوفرها لكم، أسوي المستحيل علشانكم، وأنتوا تعتبروني غير منصف. وين الإنصاف هذا كله؟ دائما معذبيني أنت وأمكرة. أبوي أنا أبوي. أنتوا أبوي إيش فيك؟ أنتوا أبوي. أنا أبوي. أبوي أنا آسفة. ماي ماي غلاس ماي. أبوي أنا أول مرة أشوفك في هذه الحالة. ما عليه ما عليه، تركيني وحدي. تركيني. إيش هالحبوب اللي تتعاطاها؟ ما مهم ما مهم إيش أتعاطى، ما يهمكم، كل همكم مصلحتكم وبس. خلاص خلاص تركوني وحدي أعاني. أبوي أبوي أرجوك قل لي إيش فيك. هذا سر، بس ما تخبري لا أخوك ولا أمك. إذا توعديني بقول لك. أوعدك أوعدك يا أبوي، قول لي علشان أطمن. أنا يا بنتي عندي ضيق في النفس يأثر على دقات قلبي، أي انفعال يأثر علي. الدكتور قال لي في آخر مرة إذا أي انفعال أكثر من اللازم ممكن يكلفني حياتي، لكن يا بنتي حياتي ما أغلى من مستقبلكم. أنا بتحمل أي انفعال، المهم أنك ما تتزوجي خالد ولد هند أبدا. السلام عليكم. باب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً بنت مسعود. با أنا بغيت أتكلم معاك في موضوع، بس أعرف أن هذا الموضوع كان من حقي أن أتكلم معاه ولا لا، بس حسيتك أنك أقرب لي من أمي. يا هدى يا بنتي أنا عودتك على الصراحة، وأي شيء يتبادر بذهنك تقولي. وهذا اللي شجعني أني أتكلم معاك. ليش سكتي؟ خير إيش هناك؟ الموضوع يخص سعيد؟ ايوه. ماله سعيد؟ هبه انت شفت موقف امي معاه هذا، ونحن بعدنا في بداية الطريق، وما بالك بعدين. سعيد انسان طيب وطموح. ايش بغيت تقولي بالضبط يا هدى؟ مسألة اقتراني من سعيد بلاها، لانها بتجيب المشاكل واحنا في غنى عنها. ايش هذا الكلام يا هدى؟ امك هذاك رايها وهي حرة، اما انا موافق وانت موافقة. هبه بس انت يعني ساكت. أدري أني ساكت، بس سكوتي هذا لا معنى يا هدى. عفواً ما فهمتك. سكوتي أمام أمك الحين ما معنى أن كلمتها هي اللي تمشي، لا، في الوقت المناسب تسمعي صوتي، بس في الوقت المناسب. أيوة هذا اللي بغيت أشوفه، ابتسامتك مع هذه الخضرة، ابتسامة بنتي هدى تخلي الدنيا في عيوني جنة. أنا قبل كل شيء لازم أقول لك أني معجب بسعيد، شاب ناصح وفاهم، سخر علمه مع عمله في المزرعة، قايم بمزرعة جد إبراهيم وعلمه وصل لمزرعتنا. هو اللي أقنعني أستخدم طريقة الري الحديث في المزرعة، علمني كيفية ترشيد استهلاك المياه وغيره وغيره. اللي مثل سعيد يا بنتي كل أب يتمنى يعطيه بنته، كل اللي أتمناه أنه ينجح، وإن شاء الله ينجح. أنا نجحت نجحت نجحت، اليوم أسعد يوم في حياتي. مبروك مبروك يا سعيد. مبروك.
مبروك يا ولدي يا سعيد. الله يبارك فيك يا ابوي. اطلب اليوم اي شيء وانا احقق لك اياه. وانت عارف اللي اريده؟ الارض وبنت مسعود، ما كذي؟ نعم. ما عليه، خلينا من هذا الكلام الحين. اسمع يا سعيد، انا عندي لك مفاجأة كبيرة. مفاجأة؟ اي مفاجأة؟ تعال معي وانت تعرف. تعال، ترى كل اللي اسويه علشانكم وما يهمني شيء غير مصلحتكم، لكن للاسف اتزعلوا مني لاني اريد مصلحتكم واخاف عليكم. علمتيها كيف تكرهني يا فاطمة؟ خذيتيها في صفك؟ بس أنا باخذ سعيد قبل لا تأثري عليه. يا أبوي يا أمي، يعني هي حسبة وانتو تقاسموها على كيفكم؟ احنا أولادكم، أولادكم، وحب الأولاد عمره ما كان بهذه الطريقة اللي ما تخلى من الحزازيات. بس من هذا الكلام صدعتونا به. تعال معي أريدك، تعال. يظن انه يقدر يشتري سعيد بفلوسه. يشوفك وقلبه يتقطع على شانك. أبوك اللي يريد يساعدك وما قادر للأسف. أبوي أنا آسف، لكن ما بيدي. بس بيدي أنا. إيش بتسوي؟ أنت تحب ليلى وليلى تحبك. أمك ما موافقة، لكني أنا موافق. أبوي، لكن إيش لكن؟ سالم؟ اللي مثل سالم وأمك لازم يصحوا من اللي هم فيه، وانتو لازم تتزوجوا. يا ريت. بس كيف؟ هذا هو الهدف، الوسيلة نبحث عنها. احنا كل اللي نريد نسويه حلال وبشر الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تفائل، تفائل يا ولدي. أسعد. نعم. ايش رايك في قوة الاقسام هذه؟ زينة. شايف هذا كله؟ هذه في يوم من الايام كانت شركة صغيرة، الحين صارت شركة كبيرة لها فروع الاستيراد والتصدير، تعتبر حاليا من اكبر الشركات في البلد. ابوي ليش جالس تقول لي كل هذا الكلام؟ لان كل هذا بيكون ملكك في يوم من الايام. ولدي يا سعيد، تريد تخلي كل هذا لمن؟ انا ما فهم قصدك. قصدي ان انا تركتك تدخل كلية الزراعة مثل ما انت تريد، الحين لازم تشتغل مثل ما انا اريد. لكن يا ابوي انا اسمعني انا بعدني ما خلصت كلامي، لا تقاطعني. ان شاء الله، تفضل. اجلس. هذه ارقام حساباتي في البنوك، خذ ارقام. كل هذه الفلوس عندك يا ابوي؟ نعم، جمعتها بالشقة والتعب والركض الأعمال ليل نهار، من صفقة إلى صفقة، أنافس هذا وأنافس ذاك، أسعى بكل ما أعطاني الله من قوة، يا غالب يا مغلوب، يا خاسر يا ربحان. كل هذا سويته لمن؟ قل لي. الحقيقة ما أعرف. لك أنت وأختك، وإذا أختك أصرت على كلامها ومشت ورا كلام أمها أنا بحرمها من كل شيء، وكل شيء ساعتها بيكون لك أنت. وبعدين
صدقة. وإيش هذا بعد؟ هذه أوراق بكل ممتلكاتي من عقار وأسهم في الشركات. أبوي أنا ما أريد أعرف أي شيء. نعم؟ إذن أنا أسوي كل هذا المن؟ بس الثمن اللي طلبه منا يا أبوي ما يساوي كل هذه الفلوس. إيش؟ ما يساوي؟ ما يساوي السعادة يا أبوي. السعادة هي الفلوس. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. ظاهر أنك تحلم كثير يا حبيبي. هذا خيال. كل شيء كان حولنا خيال وتحول حقيقة، وانت أدرى. قلت لك اترك عنك هذا الكلام الحين. أنا أسوي لك مستقبل مفروش بالذهب بالمال. معقولة؟ معقولة تترك كل هذا وتعيش في البلد؟ أنا علي دين يا أبوي ولازم أرده، أو أحاول أني أرده. بلدي علمتني وصرفت علي حتى تخرجت. خليني أحاول أرد ولو بعض هذا الجميل. دورك معي هنا في الشركة. لا، تريد تمشي ورا كلام أمك مثل أختك؟ أمي ما رسمت لي حياتي، أنا اللي رسمت حياتي بنفسي. أعقل يا سعيد وطاوعني. إذا كنت تريد تحرمني من الميراث مثل ما ناوي تعمل مع أختي، فاسمح لي أقول لك يا أبوي إني أنا ما أريد شيء. لا تنسى إن الأرض اللي في البلد أرض أبوي، وأقدر أبيعها. بزرع غيرها. نعم، بزرع غيرها. يا سعيد لا تجلس تتحداني، اشتغل. أنا ما أتحداك، ولكن مع هذا أقول لك لا. معقولة بنت صبرية سيطرت على مخك بهذه الطريقة؟ بنت صبرية بتكون زوجتي بعد موافقتك وموافقة أمي. غيب من قدامي، ما أريد أشوف وجهك. غيب سعيد. انتبه، لا تزعل مني. الله يهديك، بس دائما تخليني افقد اعصابي شويه. سعيد يا ولدي، ليش تحسسني اني غلط وانت صح؟ معقوله كل الماضي غلط؟ يا ابوي الماضي احنا عشناه بحلوه ومره، والحين فات وانتهى. لكن الاكيد اللي مثلي لازم يصنع المستقبل بصوره صحيحه لبلدنا ولاولادنا. عن اذنك ابوي. مبروك على النجاح يا سعيد. خالد، أنا ما جاي هنا علشان تبارك لي، أنا اللي أريد أبارك لك. خالد، أسألك سؤال، أنت تريد ليلى؟ أيوة. إذن لازم تتمسك بيها، وأمام كل التحديات لازم تتمسك بيها. سعيد، اسمع يا خالد، أنا جيت أقول لك هذا الكلام لأن مشكلتك أنت الوحيد اللي بتحلها، ما حد يقدر يحلها غيرك. أنا؟ نعم أنت. اسمع، أنا مسافر البلد، بعيش هناك، بزرع الأرض وأعيش في وسط خضرتها. لو ضاق بك الحال أنت وزوجتك بيت جدي إبراهيم مفتوح، هي تعرف الطريق. زين؟ والحين مع السلامة. مع السلامة. تريد تتركنا وتمشي يا سعيد؟ تتركني وأنا في هذه الظروف؟ سعيد عاجبنك اللي يصير. ليلى، ما دمت مؤمنة بقرارك هذا فلازم تصري عليه. انت سلكت نص الطريق واشتغلتي، فلازم تتمسكي باختيارك هذا وتكملي النص الثاني. انا اخوش واقول هذا الكلام. وابوي سبق وقلت لك ما تخلي اي شيء يسيطر عليك ورجعش الخلف. سعيد هذا ابوي. هو وابوي انا بعد. ابوي يقدر يفرض علي احترامه وطاعته بالمعروف، لكن ما يقدر يفرض علي ارادته ويقرر حتى في اختيارنا في حياتنا الزوجية. إذا كان كذا احنا ليش تعلمنا؟ ليش إن ولدنا في مثل هذا العصر الزار اللي شح حضارة؟ إن ولدنا عشان نعيش المستقبل ما نعيش الماضي. الله يحميك يا ولدي ويوفقك ويسهل لك كل الدروب يا كريم. أدعي لي يا أمي، أدعي لي دايما. الله يوفقك ويجعل لك في كل خطوة سلامة يا رب.
مع السلامة. مع السلامة يا ولدي. سيد حبيبي وين رايح؟ مع السلامة أبوي. بيرجع بيرجع لما بيع الأرض، بسكر على كل الأبواب، بيرجع لي مرة ثانية. أنت إيش باغي تسوي فينا أكثر من اللي سويته؟ ما دام البداية غلط إذا كل شيء بيكون غلط. ما كان مبني على الفساد فهو فاسد. ليلى بنتي، أنا مستعد قدامك يا حب رأس أمك بشرط تسامحني، مستعد أصلح كل شيء بس تساعدني. أنا موافقة بس على شرط. وأنا موافق على شرطك. موافق إنك تزوج ليلى من خالد وتسيف؟ كيف؟ بس ليلى موافقة وأنا بعد. سالم، هو هذا شرطي الوحيد لو صحيح إنك باغي تصلح اللي انكسر. إلى وين تريد توصلي؟ توقعت إنك ما بترضين تصالحيني قدام بنتك، حطيتيني في موقف لا أحسد عليه. ما عليه، أنا بوافق الحين وبعدين بعرف كيف أتصرف. ها، ما رديت علي، الظاهر إنك ما كنت صادق في كلامك. أبدا أبدا، خلاص أنا موافق موافق. من هذا بعد؟ أيوة خير، إيش هناك؟ زين زين زين، أنا جاي، أنا بروح الشركة الحين بعدين بنكمل هذه السالفة. مبروك مبروك. ألف مبروك يا بطل، الله يبارك فيكم كلكم. أنا يا عمي خلاص نويت استقرنا على طول، بس يا عمي يا ريت لو توافق أن هدى تكمل مشوار حياتها معي وتكون شريكة حياتي. يعني تريد تتزوج هدى بنتي وأكون أسعد مخلوق في هذه الدنيا إذا وافقت يا عمي؟ وانا ما بحصل افضل لبنتي منك انت يا ولدي، وعن نفسي انا موافق. وانا ما موافقه. صبريه، في كلام بعد كلامي انا وكلام بنتي؟ انا موافق وهدى موافقه. زين ما يخالف، بس كل شيء بالاصول يا مسعود. وايش الاصول اللي انت تريدينها؟ نريد كل شيء يمشي على حسب العادات والتقاليد اللي نعرفها. سعيد يجيب امه وابوه ويجي يخطبوا هدى. الزواج ما وحده واحد، الزواج عائلات داخله وخارجه. صح كلامي ولا انا غلطانه يا ولد الاصول؟ اول مره تتكلمي صحيح وكلامك عقل. ما يصير زواج ولا خطوبه ولا يكون هناك اي كلام او تفاصيل في هذا الموضوع الا بوجود ابوك وامك يا سعيد، ولا ايش رايك انت؟ ايوه ايوه بالاكيد. الحين انت في السليم يا مسعود. ايوه يا سيف، أنا قدرت أخذ الموافقة من سالم. هيو بس أنا عارفة سالم كل ساعة ولا راي. طيب طيب راي زين، على حدود نص ساعة. أنا كلمت أخو قدها عبد العزيز وإخوانه وهم موافقين وبيكونوا معانا. إنزين يلا مع السلامة. يلا يا أمي. يلا خلي. أمي أنا من رأيي إنه ما دام أبوي وافق إيش رأيش نخلي كل شيء يكون طبيعي؟ ما دام إنه وافق خلاص، أنا بصراحة ما أضمن أبوش، يمكن يرجع في كلامه مرة ثانية. أخاف ما يتحمل تصرفنا ويرجع لعناده. لا تهتمي بشي يا بنتي ما دام إننا معش. يلا لا تضيعي الوقت، خالد وأبوه وأخو قديش انتظرونه. لكن لا لكن ولا شيء،
هي هذه البداية يا بنتي. أبوش وبنت عمه هند لازم يصحوا، لازم يصحوا من اللي هم فيه، والله يقدم اللي فيه الخير. خالد انت خايف من ايش؟ انا اتفقت مع امها على كل شيء خلاص، وقبل شوي كنت اكلمها وخبرتني انه سالم موافق، لكنها ما تضمن انه ما يرجع يغير رايه ويعاند مره ثانيه، هذا كل شيء، المهم انه وافق. زين وامي؟ مثل ما سالم في لحظه وافق، امك ايضا بيجي لها يوم وتوافق. ابوي انا ما اعرف ايش اقول. مبروك يا خالد، مبروك يا ولدي، كنت أتمنى أسوي لك عرس تتكلم عنه كل الناس، لكن الظروف حكمت بهذا يا ولدي. يلا نروح والله يقدم اللي فيه الخير. ليلى ليلى فاطمة، ليلى فاطمة، ليلى سويتيها يا فاطمة؟ ما صدقت اني قلت موافق خلاص، لكن من ما انا اللي يضحك عليه، انا ما زلت الاذكى والاقوى. تفضل. ايش هذا؟ ايش اللي صار؟ ما صار الا الخير، تفضلوا جلسوا يا اولادي. صار اللي كان لازم يصير من غير كراهيه او عناد. كنت متوقع اني بحصلكم هنا، كنت متوقع. يلا قدامي يلا. ما بدك تاخذها من هنا الحين يا عمي سالم. ليلى الحين زوجتي. ايش بهذه السرعه تزوجتها؟ سويتيها يا فاطمه؟ ما صدقتي اني قلت بابا؟ قلتي خلاص فرصه ينفذ اللي براسي واغلب سالم. في الحالتين بتتزوجوا وانت وافقت. سويتوها؟ اتفقتوا علي كلكم؟ لا انت اكيد جنيت. لا جنيت ولا شيء، انا سويت اللي المفروض على كل اب. ايش تريدون نشوفهم ينهاروا قدام عيوننا واحنا ساكتين؟ احنا جبناهم للسعادة مو للعذاب. ليلى خدعتيني يا فاطمة، خدعتيني، لكن لا انا ما بسكت، انا ما بسكت. ايوه بس ليلى زوجتي على سنة الله ورسوله. وانت وافقت وايش بعد؟ ما اريد كلام زيادة، ما اريد كلام زيادة. تريدوا تتخلصوا مني بتصرفكم هذا؟ تريدوا تقتلوني؟ تريدوا تنتقموا مني؟ انا ما اخرج من هذا البيت الا وليلى معي. لازم ليلى تخرج معي، لازم ليلى تخرج. لا ابوي لا، خلاص خلاص، لا تسوي بنفسك كذي. بروح معك، بروح معك. ليلى تعالي يا بنتي، تعالي يا بنتي، تعالي يا ليلى، لا تقتليني، انت تعرفي اني انا. ليش يا ليلى؟ ليش؟ لان ابوي، ابوي ما اريد املي حياتي ويكون الثمن حياه ابوي. وانت يا استاذ خالد مثل ما تزوجت ليلى بهذه الطريقه بتطلقها غصبا عنك وبمزاجي. ما دام ابوك وامك ما عرفوا يربوك، انا بعرف اربيك علشان ما تتجرى وتتحداني. انا بعرف كيف اتصرف معاك. وانت يا صديق العمر، انا بعرف كيف امسحك من السوق مسح
وانت ادرى. امك وابوك يعرفون ايش ممكن انا اسوي، يعرفوا. امك وابوك اللي شجعوك بين دمون لانهم شجعوك. عاجبينكم اللي صار هذا؟ جالسين تشوفوا علي؟ اهدى يا ودي، اهدى اهدى، هدي اعصابك يا ودي. ليلى زوجتك على سنة الله ورسوله، احنا كنا ساكتين بس لان كنا ما عارفين ايش اللي جالس يصير، ما عارفين ايش هالعصبية هذه اللي فيه. اسمعني يا ولدي، هو ما بيقدر يسوي شيء لانه هو كان موافق، فاهمني؟ تتحداني انت ولدك يا سيف؟ يا حرمة جوزي عن هذا الكلام، بسك تفكير في نفسك وفي الماضي الاسود، فكر شوية في ولدك اللي كان بيضيع. والحين ايش قدرت تسوي؟ سالم كان يهدده قدامك ويهددنا كلنا، خبرني ايش قدرت تسوي؟ المهم الحين نفكر كيف نسعد خالد، كيف نرجع زوجته، كيف نوقف قدام الظالم يا هند. هذا المفروض نفكر فيه، ما نجلس نفكر في التحدي والكلام الفاضي اللي ما له معنى. هند، خالد ولدنا الوحيد، كيف تكون سعادته بين ايدينا ونمنعها عنه؟ لازم يطلقها. لا لا، ليلى زوجتي وبتظل زوجتي طول العمر. خروج برا على البيت ممنوع. انا صحيح عيوني غمضت شويه بس الحين لا. هاي التليفون. حلوه التمثيليه اللي سويتها هناك، تظن بطريقتك هذه تقدر تمنع زوج عن زوجته؟ بيطلقها غصب عنه. هي نعم، ماشي طلاق بالغصب. سكتي، بعدي عن هذا السالفة، أنا بتصرف. كنت تظني أنك حققت انتقامك مني؟ يا سالم عقل، هذاك زوجها، زوجها، خليهم يعيشوا حياتهم، خليهم يشوفوا مستقبلهم، سوي الخير وبعد عنهم. تعرفي، لو اختارت أحقر وأفقر إنسان في الوجود أنا ما كنت بعارض، بس هذا بالذات لا. ما قادرة تفهمي ان هم حاطينك في مصيدة علشان يتركونك ينتقمون مني؟ سألي نفسك يا فاطمة، سيف ليش يساعد ولده؟ سيف ساعد ولده لانه باغي بنتك، هو خايف على ولده، لكن انت خايف على نفسك وفلوسك. يا اخي خليهم يشوفوا مصيرهم، لا تعس البنت، لا تورثها تعاستنا يا سالم. قال لك لا تدخلين يا فاطمة. بيطلقك. لا يعني ايش بيطلقك؟ لا 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 لا. سمعيني زين، خالد زوجش، فاهمة يعني ايش زوجش؟ لو ابوش هدد او حاول يسوي اي شيء لا تستسلمي. هذاك زوجش على سنة الله ورسوله وانت زوجته، لو كل واحد منكم يتمسك بموقفه كان كل شيء يصير على اكمل وجه. انت السبب، انت السبب. انا سويت اللي قدرت عليه، سويت اللي قدرت عليه. ما كان لازم تجيبونا، ما كان لازم تجيبونا ما دام انتوا على هذه الحالة. حرام اللي تسويوه، حرام حرام. كلام يا امي، كيف اطلقها؟ هذه زوجتي يا دكتورة. صدقني يا ولدي يا خالد، أنا من البداية ما كنت أريدك تتزوجها، لكن لما تزوجتها خلص ما ممكن أعارض شرع الله ولا ممكن أغصبك إنك تطلقها. لكن لما تكون حياتك ومستقبلك في كفة وطلاقك في كفة ثانية، إذا لازم أختار حياتك ومستقبلك، لأني أم ومالي غير ولد واحد وهو وحيدي. لا تخافي علي يا أمي. سالم هذا أنا عارفه زين أكثر من أي إنسان ثاني، يقدر يسوي أي شيء، وهو الحين صاير مثل الوحش المجروح المهزوم، عنده استعداد يسوي أي شيء على حساب أي شيء، المهم إنه يحول هزيمته إلى انتصار. ما بيقدر يمنعني عنها، وأنا ما بخاف من تهديده. أنا ما أريد أعيش في قلق وخوف، أرجوك يا خالد قدر مشاعري، لا تخرج من البيت، أنا خايف عليك منه. لا تخاف يا أمي، أنا رايح لأبوي الشغل، أريد أغير هذا الجو الكئيب،
أريد أشوف الناس، أريد أشتغل. أرجوك يا خالد لا تخرج من البيت. هذا الخوف هو اللي خليت مادة في ظلمة، لكن أنا أعرف كيف أدافع عن حقوقي وعن زوجتي.